ما تعرف التعيير. وضعت الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام وليدتها المباركة التي لم تولد مثلها امرأة في الإسلام إيماناً وشرفاً وطهارة وعفة وجهادا، وقد استقبلها أهل البيت وسائر الصحابة بمزيد من الابتهاج والفرح والسرور، وأجرى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام على وليدته المراسيم الشرعية، فأذن في أذنها اليمنى وأقام في اليسرى. لقد كان أول صوت قرع سمعها هو الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذه الكلمات من جودة الأنبياء وجوهر القيم العظيمة في الأكوان، وانطبعت هذه الأنشودة في أعماق قلب حفيدة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فصارت عنصراً من عناصرها ومقوماً من مقوماتها. والآن لنبقى مع كلمة الحفل والحاج حسين سلمان أبو كرار، نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. أسعد الله أيامكم بذكرى مولد العقيدة الزينب عليه السلام. نحن في هذه الليلة في رحاب مولد الحوائي زينب عليه السلام، وفي نفس الوقت نحن في محطة من محطات التزود الروحي، في محطة من محطات التأسف. لا يقال أن السيدة زينب عليه السلام امرأة وهي قدوة للنساء فقط، لا، المرأة المؤمنة في القرآن هي قدوة للرجال وللنساء. الله عز وجل يقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون. امرأة فرعون كانت مثلا وقدوة للرجال وللنساء، وهنالك أمر ينبغي أن ندركه كلما مرت بنا ذكرى من مناسبات أهل البيت عليهم السلام والدائرة المحيطة بأهل البيت عليهم السلام، وأن نعي ما معنى أن يكون صاحب هذه المناسبة محطة للتأسي. الله عز وجل يضع لنا في القرآن نماذج لنحن حذوها، نحن نمر بمراحل من حياتنا تضعف فيها همتنا. هذه المحطات ينبغي أن تكون شاهدة للهمم. هنالك أحد الأصحاب جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وكان يشتكي من استخفاف أهل بيته بالدين، يقول ترى أهل بيتي مو على ذاك الالتزام، مستخفين بأحكامنا، والرواية واردة في الكافية. لاحظ جواب الإمام عليه السلام لتعرف أهمية القدوة وأن القدوة هي حجة عليك. يقول هذا الرجل الإمام الصادق عليه السلام: شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام ما ألقى من أهل بيتي من استخفافهم بالدين. إذن هم يستخفون بالدين. لاحظ جواب الإمام الصادق عليه السلام له، قال له: لا تنكر ذلك من أهل بيتك، فإن الله تبارك وتعالى جعل لكل أهل بيت حجة يحتج بها على أهل بيته. هذا الشخص
أنت كشخصية متدينة في عائلتك أن تحج على أولئك الذين يستخفون بأحكام الله. ثم يقول ماذا يقال لهؤلاء في يوم القيامة؟ يقال لهم ألم تروا فلانا فيكم؟ ألم تروا هديه فيكم؟ ألم تروا صلاته فيكم؟ ألم تروا دينه؟ فهل اقتديتم به؟ انت لا تقول انا والله في يوم القيامة ما حصلت وقت لأحافظ على الصلاة. يقال لك فلان من أهل بيتك مر بنفس الظروف ولكنه أتى الصلاة في وقتها. لا تقول أنني لم أحافظ على صيامي أو لم أحافظ على لساني من الغيبة. يقال له فلان من أهل بيتك حجة عليه لأنه مر بموقف مشابه ولم يأبى ولم يقبل أن يستمع للغيبة، أنكر ذلك بلسانه. فوجود القدوة هي أمر يلزمنا بتكليف تجاه هذه القدوة. في شخصية السيدة زينب عليها السلام أستعرض قولا يشي بعظمتها وفعلا يشي بعظمتها. أهمية القول تنبع من قول أمير المؤمنين عليه السلام تكلموا تعرف تعرف فإن المرأة مخبوء تحت لسانه. كلام الإنسان يشي ويعطينا هوية جلية عن المتحدث. دعونا نتعرف إلى بعض كلمات السيدة زينب عليه السلام لنقف على عظمتها. الإمام السجاد عليه السلام ينقل والراوي عنه قدامة جاء إلى الإمام، فالإمام قاعد يحكي له ما جرى في كربلاء من تقتيل لأهل البيت عليه السلام، ويحكي له ما جرى لما رأى النساء خلاص ستساق سبايا. ورواية واردة في كتاب كامل الزيارات. لاحظ قول الإمام السجاد عليه السلام يقول فجعلت أنظر إليهم صرعى ولم يواروا، أي أهل البيت عليه السلام في كربلاء شهداء كربلاء، فعظم ذلك في صدري واشتد لما أرى منهم قلقا. لاحظ هذا المورد. يقول فكادت نفسي تخرج، يعني بلغ الأمر للإمام السجاد عليه السلام أن روحه كادت تخرج منه، لكن يقول أبصرت ذلك مني عمتي زينب عليه السلام وجاءت إليه لتسلل خاطره. طبعا سلت خاطره، ومن ضمن ما قالت وهذا محل الشاهد في كلامه قالت للإمام السجاد عليه السلام وينصبون لهذا الطف علما، وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء عليه السلام لا يدرس أثر ولا يعفو رسمه على ظهور الليالي والأيام. متى قالت هذا الكلام السيدة زينب عليه السلام؟ قالت لعله لما هموا بأن يخرجوكم من كربلاء إلى الكوفة. يعني متى؟ قبل 1300 أو أكثر من 1380 سنة. شنو قالت سيدة زينب؟ سيدة زينب الحين بيشيلوها إلى الكوفة سبيا، لكن تخبر إخبارا غيبيا عما سيجري لمصنع الحسين عليه السلام. تقول هذا المكان الذي قتل فيه الحسين ولم يجد له من يدخل، هذا المكان سيتحول إلى معلم وإلى مزار لا يندرس أبدا. نحن الآن في عام 1443 هجرية. هل تحقق كلام زينب عليه السلام أو لم يتحقق؟ كلامها تحقق لتعلم عظمة السيدة زينب عليه السلام. هذا شاهد. الشاهد الثاني من خطابها مع يزيد بن معاوية. لاحظ ما مما قالت أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك إمامك ونساؤك
والزوج كبنات رسول الله صلى الله عليه وآله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن. لاحظ سيدة زينب عليه السلام لما تتكلمت عن مصرع الحسين عليه السلام وأهل البيت قالت ما رأيت إلا جميلة. هذا أمر مرطب بالنسبة لي، لكن لأني أراه بعين الله، لكن المشهد الذي يحس في نفسي هو أنك أبديت هذه النسوة، أبديتهن أمام الشريف وأمام غير الشريف، أبديتهن أمام القصيد وأبديت وأمام الدين. هذا الأمر ماذا يريد؟ يعني هذا الأمر في نفسه إذا تأملنا نجد أن يزيد ارتكب حرمتين. الحرمة الأولى إبداء النساء، مرأة مسلمة لا ينبغي أن تبدا، وهنالك جرم مضاعف وهو أن من أبدى وجوههن هن بنات رسول الله محمد. صلى على محمد وآل محمد. وبالتالي السيدة زينب عليه السلام تقول أنا في ذلك الموقف اضطررت لذلك الفعل، اضطررت للتواجد في ذلك المشهد اضطرارا لم يكن باختياري. فينبغي على المؤمنات ألا ينجرن في هذه الأمور اختيارا، يعني مجالس الاختلاط ينبغي ألا تكون من المواطن التي تقصدها المرأة المؤمنة قدر الإمكان، فلتكن بعيدة عن هذه المواطن. إذن هذا قول للسيدة زينب عليه السلام ينبئنا بعظمة السيدة زينب. وهنالك فعل أريد أن أشير إليه أيضا. في يوم كربلاء وفي مجلس عبيد الله بن زياد تكرر تعرض الإمام السجاد عليه السلام لمحاولة القتل، كان الأعداء يريدون قتله، وفي كلا الموردين كانت السيدة زينب عليه السلام تفديه بروحها، تقول إن كنتم ستقتلون فاقتلوني قبل. وهنا وجه الأمر، لاحظ قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. إحياء نفس هو كإحياء الناس جميعا، فما بالك بإحياء الإمام المعصوم. السيدة زينب عليه السلام في ذلك الموطن حافظت على حياة الإمام السجاد عليه السلام، فأي أجر وصلت له السيدة زينب، أي ثواب سيثيب الله عز وجل السيدة زينب عليه السلام على ذلك الموقف بطوله. شاهد آخر ينقله الشيخ المفيد في كتابه الآمال عن حلم ابن بشير يقول رأيت زينب بنت علي عليه السلام، لاحظ هذا المورد، ولم أرى خفرة قط أطبق منها. الخفرة هي المرأة أو الفتاة شديدة الحياة، لاحظ يقول إذا نظر إلى صفة كانت غالبة على السيدة زينب وهي شدة الحياة، إلا أنها مع ذلك كانت ناطقة بالحق، يقول كأنها تفرض عن لسان أمير المؤمنين. أمير المؤمنين عليه السلام هو أمير البلاغة، أمير المنطق، وكانت زينب عليه السلام نسخة من أمير المؤمنين عليه السلام. هذه هي عظمة السيدة زينب. أختم بما ورد عن يحيى المازني حيث يقول كنت في جوار أمير المؤمنين عليه السلام في المدينة مدة مديدة، وبالقرب من البيت الذي تسكنه زينب ابنته، فلا والله ما رأيت لها شخصا ولا سمعت لها صوتا. هذه هي عظمة السيدة زينب. والجدير بنا ونحن نعيش في مثل هذه المناسبات أن نحرص على اقتطاف محطات التأسي في هذه الشخصيات المباركة. نسأل الله أن يرزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها، وأفلح من يصلي على محمد وآل محمد. الله صل على محمد.